لحد اليوم في أي منطقة بالعالم. روح الخدمة في الجماعة الإسلامية الأحمدية. شكرا جزيلا جزاكم الله. ننتقل للتمثيل اللبناني عندنا من ألمانيا حاليا الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ منير. وأنا بشكر يعني الحقيقة حضرت جلسات كتير ولكن هذه من أول جلسات كما بعقب على الأخ زيدان اللي قاله مش بس الأمن والسلام الموجودين والمحبة الحقيقية اللي بيشعر الواحد فيها أنه إذا بيعبط أخ لإله بيشعر أنه بيحبه ومش بس هيك السلام اللي كيف بدي أقول لك المنظم بحد ذاته يعني ما فيش واحد بيكلف نفسه ما فيش أي إنسان بعدين إمكانية المنامات يعني إمكانية المنام بحد ذاتك بدها تنظيم يعني المبيت كيف يعني بيروحوا بيناموا حد بعض بمحبة كيف بيحكوا الأشياء اللي دارت معهم بالنهار هذه الأشياء مش ممكن توجدها بأي مكان ونحن نشكر الله أن الله أعطانا هذه الإمكانية أنه ندخل بجماعة نرى فيها حقيقة الإسلام بين ناس مسلمين يطبقون الإسلام حرفا إذا كان الناس وأنا بنادي جميع المسلمين إذا أردتم أن تعرفوا الجنة حقيقة تعالوا إلينا وأرونا وتعالوا عيشوا معنا بعض الوقت في هذه الحفلات لتروا حقيقة الإسلام وحقيقة الجنة كيف تكون وأنا أشكر الجماعة شكرا جزيلا على أعطائنا هذه الفرصة أن نكون بينكم. شكرا جزيلا أخ